شو رح تعمل؟ قدرة تقلي؟ فوراً بتروحوا على بيت العقيد نزار، فيكن تفتشوا البيت. شو كأنك رايح؟ على الأقل ارتاح شوي، ما في داعي تروح وانت تعبان هيك. جنار، أنا ما غمض لي جفن للصبح، كيف بدك يعني ارتاح؟ لازم روح قبل بوقت حتى أعرف شو قصة الشغلة هي. إذا لزم منعتذر منه، لأنه هذا المحبس ضروري يرجع لسهامه بسرعة يا نزار. أنا ما عم صدق لك، والله ما عم صدق، يعني ابنك عم يصيع برا ونحن هون لازم نحل مشاكله. مرحبا. شو أنت هون؟ لك قلي أمتى أجيت على البيت؟ تأخرت شوي. وين كنت أنت؟ وين كنت؟ يعني انت ما عرفت تتصل وتخبرنا وينك؟ جيت متأخر. يا ابني شو انت ناوي تجيب لنا الجلطة يعني؟ بسببك الوضع مبارح كله تخربط وانت مو هون. شو كنت شربان حتى جنيت وهديت سهام هداك الإشهار بدون ما تحسب العواقب؟ هي مجرد هدية. هي مجرد هدية مو هيك؟ طلعت بس مجرد هدية، ولهذا السبب حضر الضابط قدرة ترجع لنا المحبس. كتير منيح لكان، أصلاً ظني طلع بمحله. استنى أنا بفتح. بتفوت وبتغير ثيابك. هلأ بدنا نروح ونحكي مع الضابط قدرت ونحل هالمشكلة بيناتكم. يلا. بس أنا مو مضطر روح بابا. تفضلوا. لازم نفتش البيت بأمر من الضابط قدرت. شو عم يصير؟ قال جايين يفتشوا البيت. وليش حتى يفتشوا البيت؟ شو المناسبة؟ سيدي، في خبر عن شخص دخل على السكن العسكري وهو ببيتكم. هلا انتو عارفانين حالكم شو عم تحكوا؟ سيدي، نحن بس عم ننفذ الأوامر. ومين اللي عطاكم الأمر؟ الضابط قدرت. ماشي، مع اني ماني ملاقي الها داعي بنوب، يعني لو حضر الضابط قدرة اتصل كنت فتشت البيت وخبرته بنفسي. طيب تفضلوا اذا بدكم خلونا نبلش من فوق. خذ راحتك، بلش من هون قبل. تفضل. تمام؟ وهون مكتبي، تفضلوا دوروا فيه. تفضل. تمام؟ تمام سيدي. تفضل فتش الطابق تحت. سيارة المقدم، فيك تقوم بمهمتك هون. تمام؟ كله تمام سيدي. كمل مهمتك هون كمان.
إليف تخبي فورا. ليش؟ لا تسألي وتخبي فورا، عم يفتشوا البيت وإذا لقوكي بروح فيها. أنا هلأ رح أقفل عليكي، لا تطلعي ولا صوت. تفضل، هالغرفة نحن منستعملها مخزن للبيت. بابا عزيز، هلأ لا تحكي أي شيء. خلصت سيادة المقدم؟ تمام سيدي. تفضلوا فتشوا هون. شوفت عينك سجادات قديمة وكراسي ولمبات. يعني مثل أي مخزن بتعرف. مش الحال؟ مش الحال سيدي. تمام. تمام. لازم قلك شغلة ضرورية. شو؟ ايه صحيح، هاي البنت اللي عم تدوروا عليها واسمها إليف، عيلتها بتضيعة أجبرتها على الزواج من شخص هي ما كان بدها إياه، وعلى حد علمي هي طلالة كلية الطب. أنا هيك عرفت، ومنشان ما تتزوج هربت، وبالطريق يعني بمحض الصدفة التقت بابن الملازم عزيز، وفي بإيدها ورقة، وبالورقة أما كانت كاتبت لها عنوان ضابط قدرت، لهيك إجت. وطبعا ابني قام بواجبه الإنساني وعلى أكمل وجه وجابها على اسطنبول، بعدين تركها. بس البنت ما طلعت قليلة. بنات الضيعة داهية، هي دابة ابني، ولهيك هي ما كانت تحل عنها. وفيكن تتأكدوا بنفسكن إنه لا ابني عزيز ولا حضرة ضابط قدرت إلهن علاقة بهي البنت. مستحيل. شو كلامي واضح؟ طبعاً واضح سيدي. تفضل. يعطيك العافية. طيب كيف هيك سيدي؟ يعني انتو ما فيكن تلاقوا بنتي وتجيبوها؟ يعني انت ناوي تورطنا بمشاكل مالنا قدها؟ اعوذ بالله، اي مشاكل؟ ليش حتى اعمل هيك؟ عم قلك انه هداك الضابط تضحك على بنتي وخطفها على اسطنبول. بس طلعت مرتك اللي بعت بنتها، وبنتك اول ما وصلت على اسطنبول راحت على بيت سيادة الضابط قدرت لحالها. انت شو عم تحكي يا سيدي؟ انا مرتي واحدة جاهلة وما بتعرف الطيخ من البطيخ، يعني ما بتميز بين مارشال وشرطي مرور. صحيح. يلا خذها.
لك منين جبتيها؟ بس ما يكون وراها قصة. كمان شو قصة هي السيارة العسكرية؟ انت خليك ساكت هلأ بلا ما يصير شي. خذ هدول وفي غيرهم، وقول لمرتك ما تخبص بالحكي شروي غروي أحسن لو ألا بتروحوا فيها. لك مو هي رقية؟ رقية شو بكي؟ شو يلي صار معي؟ قطعوا لنسانة العمى لسه قبل كم يوم من هلأ ما كان فيها البلد. وانت منين بتعرفيها؟ منين بتعرفي رقية؟ جاوبيني. هو قبل كم يوم رحنا أنا وأمي لعندها. انت وأمي؟ ايه. ليش بقى؟ يلا احكي احسن ما اكسر راسي. رحنا حتى نطمن عليها شو فيها يعني. مالها نطمن عليها.